احنا ما فيش جديد عندنا في السوق، احنا شايفين ان هو مع كل العوائق اللي قاعده تيجي دي، شويه ترخيص، شويه زياده بنزين، شويه اسعار عاليه، شويه عمله، برضو العمله مش واطيه اليومين دول. ما اعتقدش ان هيبقى في تحسن قوي السنه دي. احنا بنتوقع ان ماكسيمم هيبقى في 10% زياده، ده لو في زياده في حاله عدم صدور. يعني احنا لسه مش عارفين الاستراتيجيه كمان هتنزل ولا لا، هتنزل امتى، لو نزلت الوزير وعد انها هتنزل الشهر السنه دي امتى مش عارفين، لكن انا متخيل انها حتى لو مع الاستراتيجيه احنا مش هنعمل حاجه السنه دي زياده. مفيش جديد، يعني هو مفيش جديد، هو ما حدش يعني اللي محتاج ياخد واللي لسه مش محتاج مفيش استعجال، يعني مفيش حاجه جديده عشان ما نقولش ان احنا بنقول للناس تجري عشان تشتري. العمله يعني احنا والعمله، العمله طلعت 2.5% اليومين اللي فاتوا، ما تلحقش تاثر. عارفين الدولار كله طلع شويه في بناء على شويه معطيات كده اتحطت في السوق اليومين اللي فاتوا. احنا اللي بس بنحذر منه ان لو نزلت الاستراتيجيه كل العربيات اللي عليها اتفاقيات هتزيد جامد جدا. اللي عليها اتفاقيات زي اتفاقيه اغادير، زي الاتفاقيه الاوروبيه، زي الاتفاقيه العربيه، زي الاتفاقيه التركيه، كل الكلام ده هيزيد، العربيات دي هتزيد لان هي هتنزل من حاجه وتطلع من الناحيه الثانيه بطريقه او باخرى. فيبقى في بس سرعه للي هياخد، لو نزلت الاستراتيجيه لازم تشتري عربيه اوروبيه.